وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. وأعرب سموه في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيق بالمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن محمد بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه عن صادق تهانيه وتمنياته له بوافر الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار. وكما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها سموه عن أطيب التهاني وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمزيد من التقدم والرفاه.